رحمها الله وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها الصبر والسلوى. أما جمهورية شبين، خط هجوم النادي الزمالك تامر النحاس رقم 16 ووتري رقم 18، هيبقى على شمالك نادي الزمالك وعلى يمينك جمهورية شبين. ويمثل جمهورية شبين النهارده رضا فتحي بحراسة المرمى، خط الظهر من اليمين الشمال حسن أبو زين رقم 2، هاني يونس رقم 15، رضوان عفيفي رقم 17، عادل منصور رقم 13، وصاعد ورا كاليبرو خالد جلال رقم 16. خط الوسط من اليمين الشمال أميدو كريم، وده اللاعب من سيراليون منضم لنادي جمهورية شبين، ونصر عبد الحميد رقم 5، ومحمد عبد الفتاح رقم 9، خط الهجوم محمد حسن رقم 10، وياسر الشنواني رقم 8. بيدير هذا اللقاء الحكم الدولي حسين علي موسى، ويعاونه حكام الدرجة الأولى عبد الله أبو لحمة وسمير عبد ربه، والطاقم بالكامل من مدينة الإسماعيلية. ركلة حرة مباشرة لصالح نادي جمهورية شبين. رضا فتحي وركلة حرة غير مباشرة، عشان كده كان الحكم رافع ايده هشام يكن في دفعة من محمد حسن. اتلعب بسرعة لحسين عبد اللطيف في اليمين، حسين ماشي كويس وبيلصقها لمحمد صبري، ولكن يجري عليها عادل منصور ويطلعها، تبقى رمي التماس لصالح نادي الزمالك. اتلعبت رمي التماس بسرعة، تتلعب بالعرض، تترد في ركلة حرة تاني لصالح نادي الزمالك. زي ما قلت لحضراتكم ان مشوار الفريقين في الدوري حتى الان، نادي الزمالك لعب مباراة واحدة، وزي ما قلت لكم ان ده مش مقياس لترتيبه، لانه ترتيبه حاليا ال 13، تعادل فيها فريق نقطة. اما نادي جمهورية شبين ففي الاسبوع الاول تعادل مع المقاولين بدون اهداف، والاسبوع الثاني فاز على الاتحاد الاسكندري 1-0، الاسبوع الثالث فاز على القناة برضو 1-0، الأسبوع الرابع في تعادل، يبقى كده يبقى له 8 نقط. تعبت في اليمين حسن أبو زينة، حسن ماشي في دفعة والحكم حسين علي موسى جنبه، دفعة بسيطة من مدحت من اسلام فتحي، تلعب بسرعة شوط جامدة ولكن تروح في ناحية من الشمال، تترد تاني صاحي طبعا حسين، بيلعبها في اليمين لحسين عبد اللطيف، من مدحت لحسين عبد اللطيف، ترد تاني لهاني يونس اللي بيرجعها، حسين تاني هو محمد عبد الفتاح، حسين عبد اللطيف بيلعبها جميلة جدا محمد صبري في الشمال لأشرف يوسف، ولكن في دفعة تبقى ركلة حرة مباشرة لصالح نادي جمهورية شبين. الجهاز الفني والإداري لعبت في اليمين النصر، بيرجعها ورا الهاني، هاني رضوان عفيفي، رضوان لعادل منصور، لرضوان تاني، لهاني بيعدي محمد عبد الفتاح، ولكن في تعبالة، تبقى ركلة حرة مباشرة لصالح جمهورية شبين. وعلى ساعتي أنا مضى حوالي 4 دقائق من بداية الشوط الأول، ولا زالت النتيجة تعادل نادي الزمالك وجمهورية شبين في اطار الاسبوع الخامس للدوري العام القسم الاول. نصر عبد الحميد بيلعبها ورا لخالد جلال اللي بيلعب ليبرو، في الشمال لرضوان عفيفي، لخالد جلال، خالد بيلعبها في اليمين لحسن ابو زينه، رافع رجله والحكم ركله حره غير مباشره، مظبوط في رفع رجل، طبعا القانون بيسمح
برفع الرجل او انخفاض الراس لمسافه محدده. اوتشري ومعاها في اليمين حسن ابو زينه ياخدها منه لاميدو كريم. اميدو كريم ماشي لنص لكن يردها تيجي في اليمين لحسين عبد اللطيف زمالك رقم 17. حسين جنبه اسماعيل يوسف. لحسين مره ثانيه ولكن ينام عليها عادل منصور يطلعها رمي التماس لصالح نادي الزمالك. اشرف قاسم هو اول ماتش بيلعب النهارده. حسين عبد اللطيف رقم 17. رضوان عفيفي بيطلعها تبقى ركله ركنيه لصالح نادي الزمالك. هتتلعب ركلة ركنية طبعا المفروض تتسقط عاليات تتسقط الجميلة تترد تاني هنشوف الحكم بيدي ركلة ركنية. ركلة ركنية مرة تانية لنادي الزمالك. طبعا لما بيكون في فريق بيلعب أكتر من ركلة ركنية بيبان إن هو في ضغط. شايف محمد صبري هو اللي هيلعب ركلة ركنية مرة تانية. اتلعبت المرة اللي فاتت في مكان حلو اترفعت بس على المجانب القصير تروح لحسين. طبعا الجماهير بتصبر على اساس ان الكره طلعت بره والحارس المرمى رضا فتحي ولكن الحكم بيحسب كل الوقت اللي هو بيعتبره ضايع. رضا فتحي حارس مرمى جمهوريه شبين اشرف قاسم بيرد ويرجعها مدحت عبد الهادي لحسين السيد. اشرف قاسم اشرف قاسم بيلعبها في الشمال لاشرف يوسف. اشرف ماشي جنبه اسلام فتحي بيسقطها اسلام لمحمد صبري. تامر النحاس تامر النحاس بيعدي ويعدي من واحد واثنين ولكن تطول منه ياخدها تاني تامر ويلعبها بالعرض جميله ولكن تخبط في لاعب من جمهوريه شبين وتبقى ركله ركنيه. في والله جماهير برضو جايه هنا تشجع جمهوريه شبين وفي لقاء النهارده بيحضره جمهور قليل لأهمية المباراة طبعا يعني أقل من أهمية المباراة. تترات هاني يونس ياخدها لكن شايف إن في راية من سمير عبد ربه بيقول إن الكرة خرجت بره تبقى رمي التماس لصالح نادي جمهورية شبين. شوفها إيه تاني هي خرجت فعلا على الرغم إن هي كان ماشي بيها لكن مراقب الخط طالما قال انها خرجت هو طبعا صاحب الراي في هذا الكلام لان القانون بيديله ان هو بيشير للحكم ان خروج الكره خارج الملعب من رمي التماس او ركله ركنيه. لعبت اوتشري والله اوتشري بيعمل برضه لمحات كويسه. بتلعب في الجنب اليمين لمحمد صبري اللي عامل مجهود كويس لحد دلوقتي. يرجعها لاشرف قاسم. اشرف بيلعبها بالعرض في الشمال اسماعيل يوسف اللي محضن شمال. طبعا يمكن احنا ما قلنا لحضراتكم اسماء الفريقين كنا بنقول خط الظهر من اليمين للشمال وخط الوسط طبعا ده طبقا للتشكيل اللي المدرب بيبدا بيه اللقاء انما الخطه اللي واضحها المدير الفني بدات تتغير طبقا لمجريات اللعب زي ما احنا بنقول في الكره الشامله بنلاقي ان في مدافعين بتحرز اهداف وفي مهاجمين بتنقذ اهداف. الحكم طبعا بيوجه رضا فتحي حارس مرمى جمهوريه شبين لخالد جلال. خالد جلال في الشمال لرضوان عفيفي. تاني بيلعبوا طبعا تحضير لوتشري لأميدو.
محمد عبد الفتاح ولكن مدحت صاحي يلعبها ياخدها اشرف يوسف. اشرف بيعدي من واحد واثنين ولكن في كعبله واعتذار واتلعبت على طول من اسلام فتحي. وده المفروض ان استئناف اللعب بسرعه تتلعب تروح. شايف انها ركله ركنيه وشايف رايه. برافو برافو عبد الله ابو لحمه وبرافو حسين علي موسى. فعلا هي خبطت في لاعب من جمهوريه شبين ورايه من عبد الله ابو لحمه وصفاره من حسين علي موسى. محمد صبري برضه هيلعب الركله الركنيه. اتلعبت ولكن رضا فتحي صح. برافو يا رضا. صاحي وطالع مظبوط وبياخد الكوره من قدام مهاجم نادي الزمالك. بيلعبها في اليمين لهاني. رجعها له تاني. خالد جلال. خالد جلال في اليمين لحسن ابو زينه. حسن لحميد وكريم. لعيب زي ما قلت حضرتك جاي من سيراليون. يلعب. الحكم بيقول ما فيهاش حاجه. ماشي اشرف. اشرف يوسف. لكن في كعبه دي فيها حجم. يعني اللي فاتت هو طبعا اداله تحت الفرصه عشان لسه الكوره معاه. اهو شفناها نشوفها مره ثانيه. المره دي في كعبله بالتالي ان هي الخصم هياخد الكوره لازم الحكم بيدي الفاول او الخطا المحسوب. اشرف يوسف بيلعبها لاوتشري. اوتشري بيعدي ولكن توصل وتطول لرضا فتحي. وعلى ساعتي انا مضى من الوقت حوالي 7 دقائق ولا زالت النتيجه تعادل الزمالك وجمهوريه شبين في لقائهم في اطار الاسبوع الخامس اللي بيقام على استاد القاهره. اوتشري ماشي بيعدي من واحد للثاني ولكن ينام عليه اللعبه خالد جلال وطلع رامي التماس لصالح نادي الزمالك. تلعب رامي التماس لمحمد صبري. محمد صبري 1 2 بينه وبين اشرف. بيلعبها لاوتشري. اوتشري لعب العرض ولا هوبا في شوطه ولكن من محمد صبري اللي بيتحرك كل حته الحقيقه النهارده لاشرف. اشرف هيلعب العرض بيعدي من واحد والتاني لكن بتتاخد منه عبره بالنهايه. لعبت في اليمين و لهاني يونس اللي بيلعبها لاميدو. اميدو بيلعبها لاميد لهاني يونس تاني لكن اشرف قاسم صاحي بيقطع. مدحت عبد الهادي لاسلام فتحي لوتشري اللي بيحاول يعدلها لاسماعيلي يوسف ولكن رضوان عفيفي صاحي ولكن اسماعيل يوسف برضه ما بيريحوش في اللعبه. تبقى رمي التماس لصالح جمهوريه شبين. اهو زي ما حضراتكم شايفين مره ثانيه رمي التماس لصالح جمهوريه شبين. حسين لاسلام فتحي ينام عليها نصر عبد الحميد جمهوريه شبين. هشام يكن. هشام بيسقطها مش لحد تروح لرضا فتحي. الجهاز الفني والاداري لنادي الزمالك اليوم زي ما حضراتكم عارفين مستر الف الادريدل مدير الفني والكابتن محمود سعد مدرب وكابتن عبد الرحيم محمد مدرب مساعد وكابتن عماد المندوب مدرب حراس مرمى وكابتن سمير السيد مدير اداري ودكتور ممدوح مصباح علاج طبيعي وكابتن فؤاد عبد المتعال وكابتن محمد السيد للعلاج الطبيعي. اما الجهاز الفني والاداري لنادي جمهوريه شبين كابتن انور سلامه مدير فني كابتن خميس دودار مدرب كابتن محمد عبد المنعم مدير اداري دكتور عبد الله عفيفي طبيب كابتن محمد ابو العيله اصابات ملاعب وكابتن محمود بلال مدرب واللواء طبعا عبد المنعم شيحه رئيس مجلس اداره النادي هو المشرف على الكره في النادي. اما البدلاء فبدلاء نادي الزمالك نادر السيد وعلي جدالة رقم 6 ومعتمد جمال رقم 7 واسامه نبيه رقم 20 وحازم امام رقم 4. بدلاء نادي جمهوريه شبين هاشم الدسوقي مصطفى معشط عاطف يوسف
عصام شعبان ايمن الطحاوي، مصطفى رقم 7 وعاطف يوسف رقم 14 وعصام شعبان 11 وايمن الطحاوي رقم 4. ركلة حرة مباشرة، يمكن زي ما حضراتكم شايفين اللقاء هادي، يمكن ما فيش غير الركلات الركنية اللي جات لنادي الزمالك، لكن ما فيش لسه فرص ضايعة من كده الفريقين. خالد جلال تتلعب في اليمين لهاني يونس جمهورية شبين، هاني لحسن ابو زينة بيسقطها لكن اسلام فتحي يردها تروح لمحمد عبد الفتاح، لهاني يونس تاني، هاني ماشي في كعبالة، ركلة حرة مباشرة لصالح نادي جمهورية شبين. اتلعبت رمي التماس صالح نادي الزمالك، المباراة لسه هادية مشفناش فيها حاجة. هتتلعب رمي التماس صالح نادي جمهورية شبين، اتلعبت مدحت بتترد تاني نصر عبد الحميد، نصر هيسقطها بيلعبها في اليمين جميلة ولكن تطلع رمي التماس لصالح نادي الزمالك. أشرف قاسم هشام يكن حسين، وزي ما قلت لحضراتكم رتم اللعب بطيء جدا، حسين عبد اللطيف لسه ما شفناش هجمات او جمل تكتيكيه كويسه، اسماعيل يوسف اوتشري لاشرف اللي داخل قدام بيلعبها لاسماعيل يوسف في الشمال، اسماعيل بيلعبها بتعادل اشرف هوبا محمد صبري في السماء، محمد صبري بيشوطها في السماء، يمكن دي يعني اكتر هنشوفها مره ثانيه ايه جاله متصلحها ولكن بيحطها في السماء، هي طبعا ما تعادلتش على رجله، لو تعادلت على رجله كان يبقى في كلام تاني. لسه الكوره رضا فتحي يجيبها، وعلى ساعتي انا مضى حوالي 18 دقيقه، وشايف الكابتن حسين علي موسى هو رايح له بيديله تحذير طبعا على اساس ان هو يسرع في احضار الكره عشان ما يستهلكش وقت، لان كل الكلام ده الحكم بيحسب. لعبت اسلام بيلعبها جميله في اليمين لمحمد صبري لحسين علي حسين عبد اللطيف في رمي التماس من محمد حسن بس اللي جت في رجل حسين عبد اللطيف تبقى رمي التماس صالح جمهوريه شبين. عادل منصور جمهوريه شبين، محمد عبد الفتاح اشرف يسقطها لاوتشري واسماعيل يوسف، اوتشري بياخد الكوره بيتحرك كويس اوتشري النهارده، رمي التماس لصالح نادي جمهوريه شبين. تلعب رامي التماس، شايف ان مراقب الخط بيقول انها لسه ما دخلتش، اشارته للحكم طبعا بيبقى فيه اشارات يعني نقدر نقول عليها خفيه او غير محسوسه بين الحكم ومراقب الخط بحيث ان هو بيفهم على طول اللغه بتاعت بعض. في اليمين لهشام يكن اللي بيغير مكانه من مكان لاخر لاشرف هاسم
اشرف لمحمد صبري، محمد صبري بيحاول يعدي، عدى كويس من لكن في الكعبالة من حسن ابو زينه اللي جاي من اليمين، ظاهر ان يعني ان المدير الفني كلفه لانه شايف ان في الهجوم جاي من اليمين شويه. حسن ابو زينه طبعا لعيب قديم، فالمدير الفني يمكن كلفه انه يراقب محمد صبري. اشرف قاسم هيلعب ركله الحره المباشره. اتلعبت، سقطت حلوه قوي، اوتشري بيحطها بالهيد وتترد تاني. لا لا، بيلعبها رضا فتحي، برافو رضا، مسك الكوره كويس قوي، بيلعبها في الشمال لعادل منصور، لخالد جلال، لمحمد عبد الفتاح، لحسن ابو زينه، بيلعبها في الشمال جميله لمحمد حسن. محمد حسن بيلعب العرض ولكن اسلام فتحي بيرد لحسن ابو زينه. ياسر الشنواني، ياسر بيعدي من واحد والتاني ولكن بيشوطها في اسلام فتحي، تبقى ركله مرمى لصالح نادي الزمالك. هشام يكن، اسلام فتحي، لاشرف، من اشرف يوسف لاشرف قاسم، وزي ما انتم حضراتكم شايفين كده يعني لسه المباراه هاديه شويه. تروح لمحمد عبد الفتاح، جمهوريه شبين بيلعبها في الشمال لمدحت، حسن ابو زينه، وان تو بين محمد حسن وحسن ابو زينه، ترجع لحسين عبد اللطيف زمالك، مدحت، اسلام فتحي في الشمال لاشرف يوسف، اشرف محمد صبري اللي بيغير مكانه، تروح لحميدو كريم تاني لخالد جلال، وفي دفعة يحسبها الحكم حسين علي موسى اللي بيدير لقاء هذا اليوم وبيعاونه عبد الله ابو لحمه وسمير عبد الرضو. ركلة حرة مباشرة لأشرف قاسم، أشرف في اليمين لحسين عبد اللطيف، حسين بيسقطها جميلة جدا، محمد صبري يرجع حاله تاني لحسين، لإسلام فتحي اللي بيريحها لإسماعيل يوسف، إسماعيل هيلعبها في الشمال لأشرف يوسف، أشرف بيحاول يمكن يفكر يشوط، بيسقطها مش لحد، تروح لرضا فتحي مستريح. طبعا بنهنئ نادي الزمالك لوصوله للدور قبل النهائي. ان شاء الله هيلعب يوم السبت في استاد القاهره مع فريق نكان ريد ديفلز من زامبيا، وزي ما انتم حضراتكم عارفين ان هو كان قابل نادي صغارة وفاز عليها هنا 1-0 وتعادل 2-2 وصعد للدور قبل النهائي. تلعب العرض ولكن تامر النحاس بتعدي من فرص، وعشان المشوار الافريقي لنادي الزمالك اتأجل لنادي الزمالك 3 لقاءات، من الأسبوع الثاني اتأجل لقائه مع المقاولين العرب، والأسبوع الثالث مع الاتحاد السكندري بالقاهرة برضه والمقاولين بالقاهرة، والأسبوع الرابع الأسبوع اللي فات اتأجل لقائه مع نادي القناة اللي كان هيقام بالإسماعيلية. محمد صبري زمالك بيلعبها بالشمال لأشرف يوسف، أشرف ومعاه أميدو، ولكن في كعبالة، حكم بيحذر من، هنشوفها مره ثانيه اهي، في دفعه، في دفعه مظبوط، اعاقه، حكم طبعا بيحذر
حسن ابو زينه على اساس ان هي فيها خشونه بس ما اداش انذار ولا حاجه. شايف اسلام فتحي واشرف ومحمد صبري بيلعبوا بالعرض ولكن يردها رضوان عفيفي يلعبها في الشمال لاميدو كريم ولكن في كعباله من هشام يكن تبقى ركله حره مباشره لصالح جمهوريه شبي. وعلى ساعتي انا مضى حوالي 25 دقيقه على بدايه الشوط الاول وباقي حوالي 20 دقيقه ولا زالت النتيجة تعادل الزمالك وجمهورية شبين في لقائهم اللي بيقام في استاد القاهرة في إطار الأسبوع الخامس من الدوري العام القسم الأول. حسن أبو زينة يبقى فوتها محمد فتحي بكعب جميلة ولكن يرجعها تاني أشرف قاسم بيرجعها لحسين السيد. أشرف بيسقطها لأوتشري اسماعيل يوسف اسماعيل لاسلام شطوطه حلوه بس على شمال القاهره. بيغيب النهارده عن نادي الزمالك اوسكار لايقافه اربع مباريات لطرده في مباراه المحله وايمن منصور اللي سافر الاسبوع اللي فات للعلاج بينما يغيب عن فريق نادي جمهوريه شبين خالد تركي لانه واخد انذارين ونزيه عطيه وعلي عباس للاصابه. تامر النحاس بيلعبها لأوتشري أوتشري وخالد جلال ياخدها مني أوتشري من جنبه محمد صبري لحسين عبد اللطيف بيلعب العرض لكن يطير عليها هاني يونس ويطلعها. برافو يا هاني. محمد حسن تاني رامي التماس يمكن اشوفها اهي طلعت طبعا من نادي الزمالك وكان في اختلاف ولكن الحكم حسبها صح لناحيه جمهوريتشي. محمد عبد الفتاح لمدحت عبد الهادي الزمالك اشرف يوسف محمد صبري لاسلام فتحي اسلام بيلعبها لحسين عبد اللطيف في اليمين اسماعيل يوسف اشرف قاسم 1-2 بينه وبين اسماعيل يوسف هوبا حلوه 1-2 جميله من اسماعيل يوسف واشرف قاسم وشايفين على طول هنشوفها مره ثانيه ادي الوان وادي التو واشرف داخل قنبله بس على شمال القائم يعني نقدر نديله دي في دي 6.5 7 من 10 لعبه كويسه يمكن احسن اللعبات اللي اتلعبت النهارده. رضا فتحي على طول الجماهير بتتفاعل واحنا على طول بتحسوا بان احنا بنتفاعل مع اللعبه الحلوه. مدحت عبد الهادي اشرف يوسف اسلام فتحي اسلام بيلعبها لاوتشري ولكن هاني يونس صح. محمد عبد الفتاح ياخدها منه محمد صبري جنبه مدحت هوبا بيشوطها لكن رضا فتحي يردها تاني وتترد وتروح لرضوان عفيفي اللي بيطلع رضا فتحي انقذ هدف محقق. هنشوفها تاني من تامر النحاس شوطه حلوه ولكن رضا فتحي نقدر نقول 8 من 10 تامر النحاس و8 من 10 برضه رضا فتحي. محمد عبد الفتاح لعب في الشمال محمد حسن بدأت يعني يمكن في ضغط شويه من نادي الزمالك. حسين عبد اللطيف اشرف يوسف لعبت اسماعيل يوسف ومعاه خالد جلال طبعا هما الاثنين زملاء لان خالد جلال كان بيلعب في نادي الزمالك قبل ما ينتقل لنادي طنطا ثم نادي جمهوريه شبين. حسين عبد اللطيف هيلعب رامي التماس وزي ما شفنا ان رامي التماس دلوقتي بقت زي الكورنر
وفي لاعبين بيبقى مدربين عليها، ولكن تامر النحاس بيعمل باك ورد تطلع فوق الارض. يمكن في ثلاث اربع فرص لحد دلوقتي راحت لنادي الزمالك. الدقيقه 18 كانت الشوطه بتاعت محمد صبري اللي كانت عاليه، وكره ضربه الراس اللي لعبها اسلام فتحي، والشوطه الاخيره اللي شفناها بالاضافه لضربه راس اخرى في الدقيقه 20 زائد الشوطه الجامده اللي شفناها لاشرف قاسم. نصر عبد الحميد ياخدها منه اسلام فتحي زمالك، يرجعها لاشرف قاسم، لاشرف يوسف، اشرف يوسف لتامر النحاس. تامر يرجعها لهشام، ولكن في صفاره ركله حره مباشره لعبها بسرعه هشام يكن لاشرف، لاشرف يوسف اللي محمد صبري، لاشرف يوسف تاني، اشرف هيشوط شوطه من بعيد انما بعيد. راجعوا اشرف هنشوفها تاني اهو، شايط شوطه عادي. زمالك ضاغط اكتر، مفيش يمكن هجمات على جمهوريه شبين، على اساس طبعا جمهوريه شبين بيلعب خارج ملعبه وبيحاول ان هو يمتص طبعا حماس لاعبي نادي الزمالك في الاول، لكن هنشوف هاللقاء قد ايه عليه. اسماعيل يوسف بيلعب لوتشي، لكن في رايه مظبوط، في رايه وصفه ركله حره غير مباشره نتيجه تسلل اسماعيل يوسف، رايه من عبد الله ابو لحمه وصفاره من حسين علي موسى. جماهير تشاهد هذا اللقاء، اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك واعضاء مجلس اداره نادي جمهوريه شبين. لعبت ترد تاني تروح لرد فتحي، رضا فتحي جمهوريه شبين في اليمين محمد صبري، ولكن ديفنس نادي الجمهوريه الحقيقه عامل مجهود كويس لحد دلوقتي. رضوان عفيفي بيطلع الكوره رمي التماس لصالح نادي الزمالك. حسين عبد اللطيف، محمد صبري، حسين عبد اللطيف ثاني، مدحت عبد الهادي رقم خمسه زمالك هيلعب رمي التماس. أكثر من رمية يمكن ثلاث رميات لحد دلوقتي في أقل من نص دقيقة في منطقة واحدة، يمكن تقدمت حوالي 10 خطوات. لعبت من حسين لتامر النحاس، تامر بيحاول يعدي من واحد لحسين عبد اللطيف، حسين لإسلام فتحي، هشام يكن، أشرف قاسم، أشرف هوبا شوطة حلوة عادلها محمد صبري حلوه بس شوطه ضعيفه. نشوفها مره ثانيه ايه؟ عادلها لنفسه حلوه وشوطه ضعيف وبعيده عن الخط. رضا فتحي حارس مرمى جمهوريه شبين بيلعب ركله المرمى، ودلوقتي طبعا كل حراس المرمى بياخدوا تدريب على اللعب بالقدم زي اللعب باليد بالظبط، على اساس زي ما حضراتكم عارفين ان لما بيبقى فيه مدافع او زميل ليه بيرجع له الكوره او بيلعب له الكوره باحدى القدمين او بالقدم ما بيقدرش ان هو يمسكها بايده، فبالتالي كل المدربين دلوقتي بيدربوا حراس المرمى على استخدام القدم زي كانه لاعب عادي، بالاضافه طبعا ان حراس المرمى هم اللي يبدا بيهم الهجمات وبتنتهي منهم الهجمات في حاله لو الخصم احرز هدف. محمد صبري، الاسلام فتحي، اشرف يوسف، محمد صبري بيلعبها لوتري ولكن تترد ويطلعها. برافو يا رضوان عفيفي، يطلعها رضوان عفيفي من قدام تامر النحاس. نشوفها تاني اهي، يطلعها من قدام تامر النحاس. محمد صبري هيلعب الركله الركنيه لصالح نادي الزمالك، بيسقطها ولكن يردها رضوان عفيفي.
تروح لأميدو اسلام فتحي اللي بيعدي من واحد والتاني، حكم جنب اللعبه بيقول مش حكم. اهي شفناها واضحه زي ما حضرتك شايفينها في الشاشه، رامي التماس اتلعبت لاسلام، من اسلام لاشرف كعبل فيها لسه مع اشرف، اسلام بيسقطها حلوه قوي 1 2، ولكن في رايه وصفار من تامر النحاس، رايه زي ما حضراتكم شايفين في الشاشه، رايه من عبد الله ابو لحمه وصفاره من حسين علي موسى. ركله حره غير مباشره لصالح جمهوريه شبين نتيجه تسلل تامر النحاس بعد مضي حوالي 36 دقيقه من بدايه الشوط الاول، ولا زالت النتيجه تعادل الزمالك مع جمهوريه شبين في لقائهم اللي بيقام في استاد القاهره في اطار الاسبوع الخامس. محمد صابري، ولكن تخرج منه شافي حكم فيه انذار، اول انذار في اللقاء لمحمد صابري من نادي الزمالك لاعتراضه كرة خرجت ومراقب الخط ادى اشارته، لاعب المفروض ما يعترضش او الحكم صفر خلاص. دفعه ركله حره مباشره لصالح نادي الزمالك، هشام يكن، هي عودونا نادي الزمالك جمهوريه شبين في لقاءاتهم السابقه بمباريات امتع من اللي احنا شايفينها دلوقتي، يعني اكثر من لقاء بين الفريقين. لعبت ركلة الحرة وتامر النحاس طويل الحقيقة ولاعب هيدر كويس، لعبها لكن فوق العرض، يعني الحقيقة كل الظروف مساعدة ان احنا نشوف ماتش كويس، الجو كويس، ملعب طبعا ممتاز مجهز، تجهيز جيد. رضا فتحي تامر بيعدي بيلعب لحسين عبد اللطيف بالكعب، حسين بيلعبها لاسلام فتحي، اسلام بيلعبها لكن كان راجع تامر النحاس ولعبها في النص. رضا فتحي مستني طبعا لما يجي له اوتشري على اساس ان هو ما يقدرش يمسك كرة بايده، بيستهلك وقت. حسن ابو زينه، حسن ماشي مش شوطه بعيده قويه بس من بعيد في حسين السيد، اول شوطه يمكن لجمهوريه شبين من اول اللقاء. حسين عبد اللطيف، هشام يكن، اشرف قاسم لوتشري، النهارده الحقيقه بيتحرك كويس اوتشري، لهاني يونس، اشرف يوسف بيلعبها جميله لاسماعيل يوسف اللي عايز يعدي ولكن ينام عليها هاني يونس بيطلعها، تبقى رمي التماس لصالح نادي الزمالك. اسماعيل يوسف هوبا، ركله ركنيه غلطه طبعا من هاني يونس، طلعها شوفها مره ثانيه اهي، هذه اتلعبت ولعبها محمد عبد الفتاح وكان بيحطها بحرفانه قوي لكن ما جاتش، يعني لو كانت واطيه شويه كان في كلام تاني. اسلام لحسين عبد اللطيف، حسين بيشعطها تترد تاني محمد حسن جمهوريه شبين، محمد حسن جنبه اميدو، بيلعبوا اميدو كريم لاعب سيراليون اللي انضم حديثا لنادي جمهوريه شبين، لمحمد اسماعيل يوسف، اسماعيل بيلعبها لتامر لكن طويله تروح لرضا فتحي،
خالد جلال، خالد في الشمال لعادل منصور، محمد عبد الفتاح، نصر عبد الحميد، محمد عبد الفتاح مرة ثانية، محمد عبد الفتاح ماشي من واحد والتاني بيلعبها في الشمال لأميدو ولكن طويلة، معاه مدحت عبد الهادي في دافعة يحسبها الحكم ركلة حرة، وش اتلعبت على طول لحسين السيد اللي بيغير الملعب. برافو حسين، من اليمين للشمال لأشرف يوسف، لأشرف قاسم، حسين عبد اللطيف، أشرف قاسم تاني، تحضير كتير قوي، هشام يكن لتامر النحاس، روح منه محمد عبد الفتاح، بيعدي من واحد والتاني تروح لمدحت عبد الهادي، مدحت بيرجعها برجله لحسين السيد زي ما انت حضرتك، ما يقدرش ان هو يلعبها بايده واتزنق اهو، فطلعت كوره طبعا لها معاه اثنين من لاعيبي جمهوريه شيرين، فاتصرف صح النقطه. نشوفها تاني اهي، هو في اثنين وادي واحد وفي تاني الشاشه يمكن مش مبيناه، اهو ظهر اهوت، بالتالي راح مطلعها بره، تبقى رامي التماس لصالح نادي جمهوريه شيرين. مدحت محمد عبد الفتاح، هي اللي عامل ماتش كويس، مدحت عبد الهادي، في انذار لياسر السنواني رقم 8 من جمهورية شيرين لاعتراضه برضو. قلنا ان اللاعب او الحكم ما يصفر ما يعترضش، ان الحكم مش هيرجع في قراره. هشام يكن، اسلام فتحي لتامر النحاس، تامر بيحاول يعدي من واحد والتاني لياسر الشنواني، محمد عبد الفتاح ياخدها، مدحت بيلعبها بالعرض، لكن صاحي هاني يونس في اليمين لحسن ابو زنيبل، هاني يونس تاني لسه مع هاني، يرجعها ورا لخالد جلال، ليفر وفريق جمهورية شيرين، يلعبها في الشمال لعادل منصور، تطلع منه رامي التماس لصالح نجم. حسين عبد اللطيف لاسماعيل يوسف، جاي من الشمال اليمين اهو اسماعيل، اسلام فتحي، اشرف قاسم، اشرف لهوتشري، لكن معاه على طول هاني يونس لسه ما طلعتش، ياخدها اشرف يوسف، اشرف في طبعا تكتل دفاعي كبير جدا من جمهوريه شيرين، خلي الزمالك يعمل تحضير كتير، وده زي ما حضراتكم شايفين ان محمد عبد الفتاح جمهوريه شيرين عادل منصور، عادل منصور تاني، حسين عبد اللطيف يلعبها لاسماعيل يوسف، لكن خالد جلال ياخدها ويطلع بيها بره، تبقى رامي التماس لصالح نادي الزمالك. اسماعيل يوسف، تامر، في تامر النحاس رافع رجله أكثر من اللازم، تبقى ركلة حرة غير مباشرة لصالح جمهورية شيرين. ركلة حرة غير مباشرة لصالح نادي جمهورية شيرين، هيلعبها رضا فتحي. جماهير طبعا زي ما حضراتكم سامعين ساكتة خالص. أشرف يوسف، كعب علاء، هشام،
على طول لعبها الاوتشي في الشمال، اوتشي معانا معاه هاني يونس على طول. ظهر ان مكلف بان هو يعني يبقى معاه على طول حسين عبد اللطيف. هشام يكن، وعلى ساعتي انا انتهى الوقت الاصلي للشوط الاول، والكابتن حسين علي موسى بيلعب في الوقت بدل الضايع طبقا لما يراه. زي ما قلنا طبعا الحكم هو المقاتل الوحيد المباراه، وهو اللي له الحق انه يحتسب الوقت بدل الضايع طبقا لتقديره. وانتو من حسين واسماعيل، من حسين و اسلام فتحي، حسين عبد اللطيف، اسلام فتحي بيلعب ركله ركنيه لصالح نادي الزمالك. محمد صبري هيلعب ركله ركنيه، اتلعبت بالعرض، طول عليها رضا فتحي يمسك. حكم بيبص لمراقبين الخطوط، يبص لساعته، لسه بيلعب في الدقيقة الأولى، دخلنا في الدقيقة الثانية بدل الضايع. ورضا فتحي بيشوط، يضاها اسلام، حسين عبد اللطيف لاسلام، بيعملها لمحمد صبري في اليمين، محمد صبري وخالد جلال ورضوان عفيفي، لكن محمد صبري ياخد منها رمي تمس. تلعب بسرعة، ياخد منها نادي الزمالك ركلة نقطة، ركلة ركنية. هل الركلة دي بقى يعني هنشوف. اتلعبت، رضا فتحي بيلعبها جميلة جدا بإيده، كويسة رضا، بيلعب ركلات الركنية بالنسبة له، بياخد مكان كويس، تروح لإسلام، لأشرف يوسف، أشرف هيسقط، أشرف يروح لتامر لأوتشري، ولكن ركلة مر. بنلعب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع في لقاء الزمالك وجمهورية شبين اللي بيقام على استاد القاهرة في إطار الأسبوع الخامس، ولا زالت النتيجة تعادل الزمالك وجمهورية شبين بدون أهداف، ويصفر الحكم الدولي حسين علي موسى لينهي الشوط الأول بتعادل الزمالك وجمهورية شبين في لقائهم اللي بيقام على استاد القاهرة في إطار الأسبوع الخامس. سادتي آنسات، سادتي استراحة قصيرة نعود بها لنلتقي معا لمتابعة أحداث الشوط الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم من استاد القاهرة، ويسعدني ويشرفني أن ألتقي معكم مرة ثانية لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من لقاء الزمالك وجمهورية شبين اللي بيتلعب في إطار الأسبوع الخامس من القسم الأول. هيبقى الشوط الثاني على يمينك نادي الزمالك بفانيلاته البيضاء، وعلى شمالك نادي جمهورية شبين بفانيلاته الحمراء. لعبة 1 2 لياسر الشنواني، بيشوط شوطة على يمين حسين السيد. بيمثل نادي الزمالك اليوم حسين السيد لحراسة المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال حسين عبد اللطيف رقم 11، شفناها مره ثانيه هي الشوطه. هشام يكن رقم 2، مدحت عبد الهادي رقم 5، اشرف يوسف رقم 15، وساقط ورا اشرف قاسم رقم 8. اما خط الوسط فبيمثله اسماعيل يوسف رقم 12، اسلام فتحي رقم 14، محمد صابي رقم 17. خط الهجوم من تامر النحاس رقم 16 واتشري رقم 18. اما نادي جمهوريه شبين فيمثله النهارده رضا فتحي لحراسه المرمى، خط الظهر من اليمين الشمال حسن ابو زين رقم 2، هاني يونس رقم 15، رضوان عفيفي 17، عادل منصور 13، وساقط ورا كاليبرو خالد جلال رقم 16. خط النص حميدو كريم لاعب سيراليوني جديد لجمهوريه شبين رقم 18، نصر عبد الحميد رقم 5، محمد عبد الفتاح رقم 9، في الهجوم محمد حسن رقم 10، وياسر الشنواني رقم 8. شوطه من مدحت تترد تروح لمحمد صبري،
اللي بيشوط تترد تاني تروح لاسماعيل يوسف لمحمد مدحت بهدي حلوه تتشاط ويصدها تاني خطفت نادي الزمالك بدأ يهاجم واسلام فتحي شاط شوطه حلوه دلوقتي شفناها مره ثانيه ايه جت في القائم وتردد ودي اول هجمه يمكن لنادي الزمالك يمكن لو رجعنا مع بعض احداث الشوط الاولاني هنلاقيه ان كان هدوء من كلا الفريقين مفيش غير يمكن في الدقيقة 18 محمد صبري شاط الكرة فوق العارضة في الدقيقة 20 اسلام فتحي شاط الكرة فوق برضه واسلام شاط كرة مرت بجوال القائم في الدقيقة 24 واحلى لعبة في الماتش كان قنبلة من اشرف حاسم في الدقيقة 25 وضيع تامر النحاس انفراد في الدقيقة 25 برضه 27 انما جمهورية شبين يمكن شاط شوطة واحدة هنشوف الشوط الثاني هل هتتغير النتيجة أو هتظل ده اللي هتقوله اللاعب تلعب بسرعة من اسلام فتحي مرة ثانية لأشرف قاسم لأوتشري اللي ماشي هوبا يحط جوه جون جوه جون أوتشري الجون الأولاني بعد مضي حوالي ثلاث دقايق أو أربع دقايق يحرز أوتشري زي ما احنا شايفين أهو انفراد بيحطها من تحت رضا فتحي شروق جميلة جدا 7.8 من 10 اوتشي بيحطها 9 من 10 جوه جون انفراد يبقى الجون الاول بعد مضي 4 دقائق يتقدم نادي الزمالك بواحد وجمهوريه شبين ماشي في الدقيقه 4 في الشوط الثاني يحرز اوتشيري الهدف الاول لنادي الزمالك وتصبح النتيجه 1-0 بدأت الجماهير على طول زي ما حضرتك سامعين بتنفعل على طول حسن ابو زينه لاميدو كريم لمحمد عبد الفتاح في الشمال رضوان عفيفي رضوان لمحمد عبد الفتاح لرضوان عفيفي تاني بيسقطها لاميدو كريم اميدو بياخد 1-2 منه أميدو ولكن بيطير عليها حسين السعيد ويطلع هنشوف الظاهر شوط تاني حاجة غير شفناها في الشوط الأولاني الجون ده بيصحصح على طول نادي الزمالك عايز يعزز جونه جمهورية شبين عايز يتعوض نصر عبد الحميد لمحمد عبد الفتاح جمهورية شبين لرضوان عفيفي رضوان رامي التماس لصالح نادي جمهورية شبين اتلعبت 1-2 في الشمال محمد فتح وعادل منصور بيتلعب بالعرض جميلة أشرف يوسف تروح لحسن أبو زينة حسن هيرفع مرة تانية حلوة لأميدو كريم والله جمهورية شبين بدأت ترد أهي وتلعب حسين السيد أشرف قاسم زي ما قلت لحضراتكم يعني بيعودونا الفريقين ان هم يمتعونا بلقاء جميل يعني خلاف اللي شفناه في الشوط الاولاني كان شوط بطيء يمكن ما فيهوش غير لعبتين ثلاثة اسماعيل يوسف اسماعيل وجنبه محمد صبري وجنبه اوتشري اوتشري بيلعب لاسلام خدها منه رضوان عفيفي رضوان رامي التماس نصر عبد الحميد لمحمد عبد الفتاح يلعبها ورا لخالد جلال لمحمد عبد الفتاح تاني لحسن ابو زينه كابتن الفرقه حسن ابو زيده بيسقطها حلوه بس حسين السيد والله حسن ابو زيده بيلعب يعني كور جميله في خط في نص منطقه الجزاء بتاعت الزمالك محمد صبري زمالك ياخدها منه لكن في رايه في صفاره من حسين علي موسى ركله حره مباشره لصالح نادي الزمالك. طبعا بنهني المنتخب القومي على الفوز الكبير اللي فازته 5-1
يوم الجمعة السابق الماضي على تنزانيا في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية العشرين اللي هتقام إن شاء الله في نيروبي عام 96. وزي ما حضراتكم عارفين إن مصر بتلعب ضمن المجموعة الرابعة وبتتصدرها مصر بالفوز على تنزانيا والتعادل مع السودان 1-1، بينما تنزانيا ليها 3 نقط بعد الفوز على أوغندا والهزيمة من مصر، والسودان ليها 2 نقطة بعد التعادل مع مصر والجزائر، والجزائر ليها 2 نقطة بعد التعادل مع السودان وأسيا. شايف في تبديل رقم 14 عاطف يوسف من جمهورية شبين، ورقم 20 أسامة نبيه من الزمالك، هنشوف هيطلع مين هيطلع مكانه. نزل عاطف يوسف رقم 14، وشايف خارج من الزمالك اسلام، ونزل مكانه أسامة نبيه. خالد رضوان عفيفي لأمين الكريم بيلعبها هشام يكن بحرفانها قوي بخلف راسه كده لحسين السيد. أشرف قاسم ركلة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك بعد مضي حوالي 9 دقائق من تلعب بصور ركلة الحرة المباشرة لنادي جمهورية شبين. خالد جلال مكان حميدو في اليمين لهاني يونس، هاني الحسن ابو زنيمة ابو زينة، حسن بيسقطها بينام عليها مدحت عبد الهادي، تتلعب طويلة اشرف قاسم وشايف بيحضن على الكورة لحد ما تيجي لحسين السيد. اشرف قاسم لاسماعيل يوسف، اسماعيل ماشي من يمين هيلعب بالعرض، لعب بالعرض يردها خالد جلال. شايف اشرف يوسف يلعبها تاني، اطراد تاني حسن ابو زينه في اليمين لهاني يونس لعاطف يوسف اللي نزل مكان محمد حسن في الشوط الثاني. هاني يونس لهاني يونس تاني، خالد جلال بيعمل 1-2 لهاني يونس ورا رضوان عفيفي. جمهورية شبين بدأ يغيروا أماكنهم، تلعب في الشمال لنصر عبد الحميد، عاطف لأميدو كريم رقم 18 لاعب سيراليون اللي انضم لنادي جمهورية شبين، بيتلعب بالعرض لاشرف يوسف، اشرف هيردها تروح لحسن ابو زينه، حسن بيلعبها في اليمين لياسر الشنواني بيسقطها ياسر، ولكن هشام يكن صاحي ياخدها منه خالد جلال. خالد جلال تطلع منه تبقى رمي التماس لصالح نادي الزمالك. هشام يكن رضوان عفيفي لحسن زينه ابو زينه، خالد جلال لعادل منصور في الشمال لخالد جلال تاني جمهورية شبين.
لرضوان عفيف اللي بيغير مكانه من الشمال لليمين لحسن ابو زينه. جمهوريه شاهين بيسقطها برضه زي ما قلت لحضراتكم، بيصعب منطقه الجزاء نادي الزمالك. هي لعب جميله جدا لخالد جلال، طبعا حسن ابو زينه كابتن الفرقه وخبره. هاني يونس بتامر مع تامر النحاس، تامر بيعدي تروح لهشام يكن. حكم بيقول ما فيهاش حاجه، لعبت لمحمد عبد الفتاح ومعانا حسين عبد اللطيف يخبطها. مدحت عبد الهادي لكن تخبط في رجله، شايف الحكم مدي ركله ركنيه لصالح جمهورية تشيلي. وعلى ساعتي انا مضى حوالي 18 دقيقه على بدايه الشوط الثاني، وباقي اثنين مضى حوالي 13 دقيقه وباقي حوالي 32 دقيقه، ولا زالت نتيجه تقدم نادي الزمالك بهدف بلا شيء احرزه اوتشري في الدقيقه 4 من الشوط الثاني. خدش تاني ومشيت شوطه بعيده، شوطه قويه بس من بعيد، كان معاه محمد صبري طبعا بيشاور له. هنشوفها تاني اهو، شوطه من حوالي 35 يارده قويه جدا بس على شمال القائد، شوطه حلوه. حسن ابو زينه جمهوريه شمين رضوان عفيفي 17 في الشمال لعادل منصور، لنصر عبد الحميد، لخالد جلال. اتصعد لمحمد عبد الفتاح لكن مدحت عبد الهادي صاحي، اسماعيل يوسف لحسين عبد اللطيف في اليمين. حسين بيلعبها بالعرض لكن في ايد رضا فتحي. الزمالك بيهاجم يمكن بثلاثه، تامر النحاس ومعاه اوتشري بيخش معاه محمد صبري، بينما دفاع نادي جمهورية شيرين بيلعب بخمسه ساقطين ورا، خالد جلال ليبرو وحسن ابو زينه وهاني يونس ورضوان عفيفي وعادل منصور، وده اللي بيخلي ان مهاجمين نادي الزمالك اقل من مدافعين نادي جمهورية شيرين. في ركله حره دفعه من اوتشري رقم 18. رضوان عفيفي لخالد جلال، في الشمال لهاني يونس. لأميدو كريم. أميدو مع هشام يكن. لعادل منصور. بيرجعها ورا لهاني اللي بيلعبها لخالد جلال. لهاني يونس تاني. رجع الماتش هادي تاني مش عارف، بعد ما بدأنا أربع خمس دقايق كان في حماس في بداية الشوط الثاني. ركلة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك، هيلعبها مدحت عبد الهادي. مدحت جنبه أشرف قاسم، زي ما شفنا زي ما الجماهير هاصت وهاجت بعد اربع دقايق لما جاب اوتشري الهدف الاول لنادي الزمالك. جماهير ساكته خالص، حاسس ان اللقاء بدا ياخد طابع الهدوء. محمد صبري، محمد صبري لعبها في الشمال جميله لاشرف يوسف. اشرف اسماعيل يوسف، اسماعيل في اليمين لحسين عبد اللطيف، وان تو تاني لاسماعيل يرجعها له، هيرفع اسماعيل حسين لكن داخل رضا فتحي. برافو يا رضا. بدأ الزمالك ينقل نقلات كويسة، أميدو كريم رقم 18، على فكرة أميدو كريم لاعب سيراليون رقم 18، وجون أوتشري لعيب نادي الزمالك برضه رقم، جوزيف أوتشري برضه رقم 18. أهو جوزيف هو انتو حلوه مع محمد صبري، هيلعب بالعرض، بالعرض جميله ولكن بيلعبها حلوه
تامر النحاس، انما تيجي اشوفها مره ثانيه اهي لعبها بكعبه حلوه بس ضعيفه في ايد رضا فتحي، ملعوبه حلو كعباله، وشايف في رايه ان في خروج كوره خارج الملعب قبل الكعباله تبقى رمي التماس. وكده طبعا الصح، لان لما تخرج كوره خارج الملعب بتبقى كوره مش في اللعب او ميته، فبالتالي ما بني على بطل فهو بطل. عاطف يوسف اللي لسه نازل بتروح لاوتشي اللي بيتحرك كويس قوي النهارده، جوزيف اوتشي رقم 18 بيسقطها لاسماعيل يوسف، اسماعيل بيلعبها حلوه قوي لتامر النحاس، هو جون هوبا تامر، تروح لاوتشي بشوط شوطه جامده ثانيه، وفي في هاند بول مظبوط من اسماعيل يوسف، في مظبوط لعبت على طول لمحمد عبد الفتاح، هنشوفها شوطه جامده من اوتشي بتطلع بتترد وبتتلعب عاليه وتيجي في ايد اسماعيل يوسف، مظبوط مظبوط يا حسين يا موسى، بيحسب ركله حره مباشره وتتلعب على طول، الكره في الشمال اتنقلت من مرمى جمهوريه شبين لمرمى الزمالك، بدا الماتش يبقى فيه حماس شويه، وفي الشمال تتلعب تطلع رمي التماس لصالح نادي جمهوريه شبين. لعبت تامر اسماعيل يوسف لمحمد صبري، الحكم بيقول ما فيهاش حاجة، حسن ابو زينة في اليمين لرضوان، لكن هشام يكن طبعا لعيب كبير، تطلع رمي التماس لصالح نادي الزمالك. طبعا زي ما هنينا الفريق القومي الكبير على فوزه على تنزانيا، ما ننساش ان احنا نهنئ فريق الناشئين تحت 17 سنه اللي فاز على الجزائر بالجزائر 3-1، واللي سبق قبل كده انه فاز في مصر هنا 2-0، وده انجاز كويس في تصفيات افريقيا للناشئين اللي هتقام نهايتها في مالي خلال فبراير 95، والمؤهله لبطوله كاس العالم في الاكوادور في يونيو 95، وان شاء الله اتمنى الفريق المصري انه يوصل لنهائيات كاس العالم. وبنهني الكابتن حلمي طولان مدرب الفريق. ونتمنى برضه لفريق مصر اللي هيغادر بعثه منتخب الشباب اللي هتغادر القاهره مساء اليوم تحت 18 سنه عشان تروح بروندي للقائها الثاني مع فريق بروندي، وكانت نتيجه هنا فوز بروندي، نتمنى ان شاء الله ان الفريق المصري يعوض النتيجه اللي حصلت له. التبديل الثاني نادي الزمالك، حازم امام رقم 4 وخرج تامر النحاس رقم 16. بكده يبقى نادي الزمالك استنفذ التغيير للاعبين او التبديل للاعبين، لان اللائحه والقانون الاتحاد الدولي بيسمح باثنين لعيبه وحارس مرمى، كده هو استبدل الاثنين لاعبين ويحق له استبدال حارس مرمى واحد. حسن ابو زين هيلعب بالعرض، بيحاول يعدي من اشرف، بيلعب بالعرض ولكن اشرف قاسم لاوتشي طلعت بره، رضوان عفيفي ياخدها منه محمد صبري، وفي رايه وصفار، في رايه من سمير عبد ربه حكم الدرجة الأولى اللي حضر دورات دولية في رومانيا 92 وفي انجلترا 93، وصفارة من حسين علي موسى الحكم الدولي. خالد جلال، نصر عبد الحميد، رضوان عفيفي، وشايف إن رضوان تحرك من الشمال جه في اليمين. أميدو في صفارة، عرقلة من هشام يكن. وعلى ساعتي انا مضى حوالي
22 دقيقة، يعني تقريبا نص الشوط الثاني، ولا زالت النتيجة في لقاء الزمالك وجمهورية شبين في إطار الأسبوع الخامس. تقدم نادي الزمالك بهدف بلا شيء أحرزه جوزيف أوتري في الدقيقة 4، ركلة ركنية لصالح نادي جمهورية شبين، هيلعبها حسن أبو زينة. هتتلعب ركلة ركنية، اتلعبت، ترد من اسماعيل يوسف، تروح لحسن، ترد تاني اشرف يوسف، سافها لهشام يكن، هشام بيلعبها جميلة قوي لاسماعيل يوسف، اسماعيل بيسقطها لأوتري، أوتري بيغير الملعب، بيتلعب نوت اوف سايد، في صفارة، في صفارة من كابتن حسين علي موسى. لعب محمد عبد الفتاح، مدحت عبد الهادي، اسماعيل يوسف اللي بيلعبها، محمد صبري، محمد صبري هو الجول، بيغزل حلو قوي، حط الجول ولكن تتشات يروح لأوتشري، أوتشري بيلعبها حلوة 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 يا ولد، حلوة يا أوتشري، لعبها بحرفنة قوي بس داره للمرمى، هنشوفها تاني اهو، بيلعبها جميلة بس بعيد. هجمة كويسة لنادي الزمالك، محمد صبري بيغزل اثنين بعد مضي حوالي 25 دقيقة، وبتروح الكرة لأوتشري لكن طلعها فوق الأرض. نصر عبد الحميد جمهورية شبين بيلعبها ورا لهاني يونس، في اليمين لحسن زينة أبو زينة، لأميدو كريم، بيلعبها لمحمد عبد الفتاح، كم نقلة من نادي جمهورية شبين، ترجع تاني لحسن، ياخدها محمد صبري لأشرف يوسف، أشرف إسماعيل يوسف، من أشرف يوسف لإسماعيل يوسف، لأشرف قاسم، في اليمين حلوة أوي لإسماعيل لحسين عبد اللطيف، ولكن تيجي في رجل رضوان وتطلع ركلة ركنية لصالح نادي الزمالك. شايف برضو اللي هيلعب ركلة ركنية محمد صبري رقم 17، اتلعبت، مدحت عبد الهادي، روح لأشرف، أشرف يوسف، أشرف بيلعبها لهشام يكن، لأشرف قاسم، أشرف قاسم بيسقطها لأوتشري، ياخدها حازم امام، لعبة تم التماس على طول، هل هنشوف من حازم امام بقى اللمسات واللمحات الجميله اللي كنا بنشوفها من ثعلب الكره وزميلنا كابتن حماده امام؟ هنشوف. مدحت لاشرف، مدحت عبد الهادي، ياخدها منه محمد عبد الفتاح، محمد عبد الفتاح شوطه حلوه، شوطه من بعيد جميله، برافو يا محمد، شوطه من بعيد على بعد حوالي 40 يارده، هنشوفها مره ثانيه اهو، عدلها لنفسه وقنبله بس على شمال القاب، نديله 7 من 10، اللعبه دي ياخد 7 من 10 في الدقيقه 27 من الشوط الثاني. فين زمان لما كنا بنشوف الشوطه بتاعت مرحوم
كابتن عبد نصحي ربنا يديله الصحه، كابتن رفعت فرجيلي، كان على طول حراس المرمى بتجيب الكور دي من جوه الجون على طول من الشبكه. اشرف قاسم، شايف في انذار، انذار لاشرف قاسم. لسه الحكم طبعا ما اداش امر باستئناف اللعب، الحكم بيامر باستئناف اللعب بالصفاره او بالقول زي قال يلعب او بايده، يعني المهم ان هو يعطي اي شيء اشاره لاستئناف اللعب بحيث ان اللعيبه تشوف، يعني مش لازم ان يصفر الصفاره عشان اللعب يتلعب، ممكن ان هو بايده بيشاور او بيقول يلعب او بيصفر، لان القانون قال يشير باستئناف اللعب ما قالش ان هو يصفر او يعمل ايه، إشارة بأي بالقول أو باليد أو طبعا بالصفارة يبقى أفضل. هشام يكن في اليمين لهاني يونس، هاني يونس وحازم إمام، محمد عبد الفتاح في الشمال لنصر عبد الحميد رقم خمسة، ياخدها إسماعيل يوسف، لحسين عبد اللطيف اللي بيلعبها في اليمين لأوتشري ومش اوف سايد، لحازم امام، كعبل تروح لاسامه نبي، اسامه نبي لأوتشري، ولكن في رايه من سمير عبد الرب وصفر، ركله حره غير مباشره لتسلل أوتشري. رضا فتحي حارس مرمى فريق جمهورية شبين بتلعبها بسرعة لحسن أبو زينة، حسن مدحت عبد الهادي من الزمالك رقم خمسة، بيعدي من واحد واثنين ويديها لحازم، مدحت تاني مجهود كويس يا مدحت، إسماعيل يوسف، هشام يكن، مدحت عبد الهادي لاسماعيل يوسف تاني لحسين عبد اللطيف، محمد صبري، اسماعيل يوسف، ولكن في رايه من سمير تبقى رمي التماس لصالح هذا الجهاز الفني والاداري لجمهوريه شبين بقياده طبعا كابتن انور السلامه كمدير فني، ومع خميس دودار مدرب، ومحمد عبد المنعم مدير اداري، الدكتور عبد الله عفيفي طبيب، كابتن محمد ابو علي عصابه ملاعب، وكابتن محمود بلال مدرب. أما الجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك طبعا مستر ألفريد ريدل مدير الفني، كابتن محمود سعد مدرب، كابتن عبد الرحيم محمد مساعد مدرب، اتلعبت كابتن سمير السيد مدير إداري، دكتور ممدوح مصباح طبيب، وكابتن فؤاد عبد المتعال ومحمد السيد للعلاج الطبيعي. خالد جلال يطير عليها هشام يكن، ولكن حسين السيد يطلع ياخد الكوره من قدام عاطف يوسف ويلعبها بسرعه لمدحت عبد الهادي، خامه كويسه مدحت، لنصر عبد الحميد، لعاطف يوسف اللي نزل الشوط الثاني مكان محمد حسن، لأميدو كريم، ياسر الشرهوني ياخدها منه، اسماعيل يوسف يلعبها في اليمين لأوتشري، النهارده اللي عامل جيم كويس قوي، أوتشري بيديها في الشمال لحازم امام، بيلعبها بالعقل قوي لاسامه نبي، اسامه نبي لحسين عبد اللطيف، تحضير كتير شويه لأوتشري، لمحمد صبري بوقفه حلوه قوي، يلعبها لحازم امام، حازم بيعدي من واحد والتاني لكن ياخدها منه هاني يونس، بيلعبها لياسر الشنواني، مدحت عبد الوهاب، مدحت عبد الهادي، اشرف يوسف،
طلعها حسن ابو زينه ركله ركنيه لصالح نادي الزمالك. شايف رقم 11 عصام شعبان من جمهوريه شمين بيسخن، هنشوف هينزل مكان مين. عصام شعبان لعيب قديم مواليد سنه 68. رد اشرف يوسف، اشرف قاسم لحسين عبد اللطيف. حسين 1 2 بينه وبين هشام جميله، بيلعب حسين بالعرض بتروح لرضوان عفيفي، محمد حسن لعاطف يوسف لخالد جلال في اليمين، يسيبها لمحمد عبد الفتاح، ياخدها منه حازم لحسام نبيل، أسامة لحازم لمحمد صبري، محمد صبري لهشام، هشام يكن لحسين عبد اللطيف في اليمين، طلعها أشرف قاسم طبعا بروح رياضية جميلة جدا، لأن في لعيب من نادي جمهورية شيرين واقع، ودي المفروض تبقى العلاقة بين اللاعبين في كيف في جميع المباريات، لان الرياضه نصر وهزيمه، وزي ما كنا بنقول زمان تبتسم عند النصر وتواضع عند تبتسم عند الهزيمه وتواضع عند النصر. يعني لازم فرقه تكسب، فرقه تتغلب، او الفرقتين يتعادلوا، مفيش يعني نتيجه اخرى، لازم نتقبل النتيجه بصدر رحب، ونكون على علاقه بيننا وبين بعض كلاعبين، لان كلنا بنخدم مصرنا الحبيب. شايف في تبديل لنادي جمهوريه شبين، اوتشيري لسه التبديل ما تمش، طبعا لازم الحكم التبديل لازم يتم اثناء ايقاف اللعب، انما اللعيب المصاب ممكن انه ينزل في اي وقت في الملعب في اي نقطه من خطوط التماس، يعني من اي نقطه من خطوط التماس في اي وقت اثناء اللعب، بس بيشير طبعا بيستاذن من الحكم وبيخش.